السلام عليكم. قبل ما أبدأ بهذا الفيديو أحب أنوه بأنه من نشاطات جامعة القادسية خلال فترة الجائحة تم إنشاء منصة خاصة بالكوفيد 19، وهذه المنصة تهتم بنشر كل ما هو جديد وعلمي حول تطور الجائحة وتقديم الاستشارات الطبية من قبل اختصاصيين في هذا المجال، وكذلك الإجابة على الاستفسارات بهذا الصدد. ويمكن زيارة موقع المنصة من خلال الرابط الذي سيظهر لكم. الكل يسأل متى تنتهي هذه الجائحة؟ بالحقيقة لا توجد إجابة قاطعة، لكن لنعد بالتاريخ قبل أكثر من 100 عام، حيث مر العالم بخمس جوائح، أولها جائحة الإنفلونزا الإسبانية والتي كانت على شكل 4 موجات، كل موجة أشرس من سابقتها والذي ساعد على انتشارها الحرب العالمية الأولى، حيث استمرت هذه الجائحة لمدة 2 سنين، انحسرت بدون علاج وبدون أسباب واضحة. قسم يعزي انحسارها إلى إصابة 30% من سكان العالم واكتساب مناعة القطيل. قسم يعزيها إلى الطفرات التي حدثت بالفيروس وجعلته أقل شراسة. بالنسبة لجائحة كورونا، معدل الإصابات لم يصل إلى درجة اكتساب مناعة القطيل أو المجتمع، ولكن هنالك أمل لوجود التطعيم بمختلف أنواعه، حيث تم تلقيح عدد كبير من الأشخاص في مختلف دول العالم. بالنسبة للعراق للأسف عدد الملقحين لا يزال قليل جدا بنسبة 2-3% بسبب كثرة الإشاعات والخوف، ولا نملك إحصائيات حقيقية عن عدد الإصابات. والسؤال هنا، هل سنعود إلى الحياة الطبيعية بعد انحسار الجائحة؟ الجواب وبشكل بسيط جدا كلا، لأنه مثل باقي الجوائح فإن الفيروس لن يختفي، وإنما سيكون ضمن الفيروسات التي تسبب الكومن فلو والتي تتكرر كل سنة وقد يصاب بها أي شخص. لذا الفيروسات صعبة التوقعات تختفي أو تتطور. لذا الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية لا يزال مهم، والتقليل من الاختلاط قد يكون أساسي للحفاظ على صحتك، حيث يمكن زيارة منصة الكوفيد 19 جامعة القادسية للإجابة عن أي استفسار حول الجائحة وأي استشارة طبية. سيجيبك طبيب مختص يقدم لك النصيحة والمشورة الطبية مجانا. تمنياتي لكم بالصحة والسلامة، الأستاذ الدكتور ميثم غالي يوسف، اختصاص الأحياء المجهرية الطبية جامعة القادسية.